اوكي طبعا احنا الثلاثاء الماضي ما اخذناش محاضرة بسبب الإجازة، اوكي، وتوقفنا عند كونكرنسي. حكينا يعني محاضرة الأحد الماضي، اوكي، انها يعني شو سوفت وير انجينيرنج، ليش بدنا سوفت وير ديزاين. يعني سوفت وير ديزاين مثلا انه اهم شيء بدنا اياه تو ميت مينتينابيلتي. يعني لو من ترجع انت مثلا تعدل الكود او السيستم اللي بنيته او البرودكت اللي بنيته ما تدفعش تكلفة كبيرة، اوكي، يعني تخفف التكلفة ما استطعت، اوكي. فيعني المفروض انك ما تغير الشيء موجود عندما تضيف شيء، لكن بالحياة العملية هذا الكلام مش ممكن، يعني عادة ممكن ما يكونش موجود. لكن أغلب الأحيان على فكرة بالشركات الحقيقية اللي بتبني برودكتس بتكون نعم موجودة، يعني نادر جدا ما تغير شيء بالكود اللي أنت موجود عندك. ممكن تغير بالكود اللي خاص بالمجموعة اللي إلك، يعني بالشركات في تيمز داخل تيمز، أوكي، في يعني الشركة كلها بتكون مقسمة لتيمز صغيرة، أوكي، فبداخل التيم تبعك ممكن تضطر تغير، لكن الكود اللي له علاقة بالتيم الثاني صعب. فاحنا حكينا انه حتى نعمل هذا الكلام بدنا نقسم، اوكي، اللي هي modularization dividing the problem، وبعدين بدك انك اللي سميناها بالسلايد اللي بعديها high cohesion، انه كل جزء يكون له مهمة معينة، يعني ما تخلط الامور ببعضها، وبعدين تخفف الاعتمادية بين بعضهم اللي هي قلنا عنها lower the coupling، اوكي، وحكينا عنهم، بديش ارجع اعيد الكلام، يعني موجود بالمحاضرة الماضية. الآن لما انت تقسم الأشياء، تقسيم الأشياء مهم جدا وبقودك لمبدأ اسمه concurrency. يعني إذا انت ما عرفتش تقسم الأشياء عندك مشكلة. شو هي concurrency؟ concurrency انت عندك بروجرام واحد، اوكي، والبروجرام انت لو من تكتبه، اوكي، منين بيبدأ؟ زي ما بتعرفوا ببلش من مين ميثود، نقطة البداية للبروجرامر طبعا، وبيظل بخط واحد حتى يخلص المين ميثود. بس تخلص المين ميثود البروجرام اللي إلك انتهى. طبعا جويت المين انت بتنادي other، يعني other methods و other code، ومن جوا هكذا، يعني مهما يكون الابليكيشن حتى لو انه مئات الالاف، يعني hundreds of thousands of lines of code ولا 10 اسطر، نفس المبدا، بيبدا من مين وبينتهي عند مين. طبعا ممكن انه الابليكيشن انه هون جويته وداخله يكون زي انفينيت لوب، باخذ مسجز وبرد عليهم، هون بيضلوا للابد. ليش بيضلوا للابد؟ لانه مين ميثود ما بتطلع منها، بتظلك جويت مين ميثود، لكن المبدا انك انت جويت مين ميثود. فاذا انتم شايفين هون خط واحد، خط واحد يعني زي الخيط الواحد. شو يعني الخيط؟ الخيط زي تسلسل احداث ومشت من النقطه الاولى للنقطه النهائيه، وهو فعليا هذا انت لو من شغلته، هو اصلا الاوبريتنج سيستم عمل للابلكيشن تبعك هذا شغلته ثريد واحد وخلى الثريد يشتغل فيه. يعني اي ابلكيشن الان بالاوبريتنج سيستم الحديثات الان، كل الموجودات الان بكون عندك على الاقل 1 ثريد. شو يعني 1 ثريد؟ انه خط، ايش؟ خط واحد تو اكسكيوت يور بروجرام بدون ما تستخدم ثريدز او غيره، اوكي. يعني الثريدز زي البروجرام تبعك، زي مين ميثود، عنده ميثود وبده يعمل لها اكسكيوشن، وهي الحاله لانه ثريد واحد هو بيعمل اكسكيوشن لايش؟ لمين ميثود، اوكي. طيب الان انت عندك بالكود احيانا بكون عندك كود، مثلا على سبيل المثال هذا الجزئيه من الكود شو بتعمل؟ على سبيل المثال مثلا بتروح بتجيب بتقرا من فايلز، اوكي، وبتقرا مثلا من 1000 فايلز، خلينا نقول بتلف زي عندك زي فور لوب، وبتروح بتجيب 1000 فايل وبتقراهم واحد واحد. فهو يعني بيجي بيحكي لك انه
هذا الكود. طب لو قسمت انه مثلا لو كان عندي اربع بروجرامز، لو رحت كتبت اربع بروجرامز منفصلات تماما، اوكي، ورحت قلت هالالف فايلز اللي بقراهم خليني اقرا مثلا شو يعني، احنا قلنا اربع بروجرامز او خمس بروجرامز عشان اسهل للقسم، باجي بقول الف تقسيم خمسه، معناته لو كتبت بروجرامز 1 بينزل لي 200 فايل، وبروجرام ثاني بينزل لي 200 فايل وبقراهن، وهكذا اربع خمس فايلز بروجرامز. يعني رحت انت كتبت بروجرامز وقلت بدال ما اروح اعمل الالف مره واحده بدي اعمل خمس بروجرامز من نفس النسخه، واشغل الخمس بروجرامز، وهذول البروجرامز شو بيعمل؟ كل واحد بيعمل لي 200 من الالف اللي بنزل لهم داونلود او بشتغل عليهم. طبعا هذول البروجرامز انت فيك تروح تحطهم كل واحد على كمبيوتر خاص فيه، فانت هون سرعت الموضوع، اوكي. او ممكن تحطهم على نفس البروجرام، ممكن سرعت الموضوع يعني، ممكن لا يعني، هنيجي للكلام هون. لكن انت فيك تعمل هذا الكلام، اوكي، اللي عملته كل واحد بروجرام خاص فيه، لا فيك تعمله جويه البروجرام نفسه. تيجي تقول لا انا بدي اعمل اربع ثريدز مثلا، اوكي، يعني اربع مهمات، اقسم الكود تبعي لاربع اشياء زي سمول بروجرام جويه البروجرام تبعك. يعني احنا هون عملنا بروجرامز منفصلات، لكن هون لا، بدنا نعمل ايش؟ لاربع، كانه اربع يعني كانه عندي اربع مين ميثودز، تخيل لهيك لحد الان، حتى ان نشوف كيف تشتغل ان شاء الله مع نهايه الشابتر هذا. تخيل كانك انت كتبت اربع مين ميثود جويه البروجرام تبعك، وشغلت كل مين ميثود لوحدها، يعني كل واحده صارت ان اتس اون ثريد، او انه عاده ممكن يسموها تاسك اذا بدهم عمم الاسم يعني ثريد او تاسك نفس المعنى. الان شو صار عندي؟ جويه البروجرام نفسه، اول ثريد ممكن يشتغل على 200 فايل، ثاني ثريد يشتغل على 200 فايل، حتى انه ايش الخمس ثريدز مثلا يشتغلن على ال1000 فايل. انا شو عملت هون؟ انا قسمت البروجرام اللي لي، وهذا يعني مبدا التقسيم هيظل معاك دائما، حتى لو ما بدك تفهم الريكويرمنتس لازم تقسم اي شيء تتعامل معه. انت هون شو عملت؟ قسمت الكود نفسه، قسمت الكود نفسه ايش؟ انه يمشي خمس خطوط متوازيه منفصلات تماما عن بعضهم، كل واحد يشتغل عن ايش؟ على 200 فايل، وكلهم بيشتغلوا بالنهايه على الألف فايل. هون بالخطوة الأولى قلت أنا ما بدي أعمل شيء، هون صار كله مرة واحدة بدي أشتغل على 1000 فايل. فهون عينك للتقسيم لازم تكون موجودة. أنا قلت طب ما هم الفايلات منفصلات عن بعض، خليني أشتغل أقسم 200 فايل 200 فايل، وأخلي كلهم يشتغلن بخط متوازي مع بعض. هون أنت قسمت المشكلة، شفت كيف dividing the problem ساعدك إنك تعمل إنه كله يشتغل مع بعضه. هذا المبدأ اللي عملناه هذا اسمه concurrency، اوكي، concurrency. الان طب شو هي concurrency؟ concurrency زي ما بقول لك هون الديفينيشن، ومعنات الديفينيشن هذا شو بقول لك؟ انه ايش؟ the ability of different parts or units of a program. طبعا concurrency بنفس البروجرام، مش بروجرامز مختلفة، هون إلهن أسماء مختلفة ثانية، ما بديش أتطرق لهم. يعني إحنا هون نأخذ المعلومات اللي بتهمنا، لأنه يعني حتى تهابة قد ديزاين أحياناً لازم تقسم الكود تبعك ويشتغل كل جزء لوحده مشان يسرع البروجرام وإلى آخره من الأسباب اللي راحين نتطرق لها كمان شوي. فلازم نفهم معنى كونكرنسي، أوكي؟ فكونكرنسي شو هي؟ انه اقسم البروجرام اللي الي، طبعا احنا بنسميهم عاده لايش هذول اليونتس اللي بنسميهم بالديفينيشن او بارت، عاده ممكن نسميهم تاسك اذا بدك تعمم الاسم، او بتسميهم ثريدز كمان بصير، اني اقسم للثريد لاجزاء مثل ما قسمتهم هون لاجزاء، قلت كل 200 فايل بدي اشتغل عليهم لوحدي، اوكي، كل 200 فايل بدي اشتغل لوحدي، اوكي. فالآن ممكن تحط algorithms يشتغل لوحده. شو الالغوريثم سوفت وير ان كود؟ لما نقول لك algorithm معناته method،
يعني احنا انا ما بحبش احيانا تعقيد الالفاظ لانه ممكن يشوش الواحد ويبعد كثير عن الموضوع. احنا يعني بنحاول نكون عمليين ما استطعنا عشان نفهم الامور. يعني اي شيء بحكيه لازم تتخيله بالكود، اذا ما قدرتش تتخيله بالكود هون في عندنا مشكله، يعني لانه احنا بالنهايه نكتب كود. اوكي، فاحنا بنقسم البروجرام مثل ما قلنا هون، قسمت البروجرام كل واحد صار يشتغل على 200 فار. Or algorithms. Algorithms شو يعني؟ method. انت لو بتعمل تكتب جافا كلاس مثلا، اوكي، ورحت كتبت method فيها find me the maximum number مثلا او find max، واعطيت array مثلا، وهاي الميثود ايش تطلع؟ ترجع لك الماكس من الاري. الميثود شو بنسميها؟ هاي بنسميها algorithm. شو algorithm؟ انه في طريقه رياضيه جوا بطريقه او اخرى بتعرف تلاقي لي the maximum number وين بهذا الاري، the maximum number in this array. اوكي، the maximum number in this array. فهنا هذا algorithm يعني، اوكي، الى اخره. to be executed out of order. يعني out of order يعني مش شرط الترتيب. اوكي، هاي بدنا نفهمها. اوكي، بدنا نفهمها عمليا. الان خلينا نوقف هون ونتطرق لموضوع اخر اسمه او اس، اللي ممكن اكثركم ايش درسه، operating system. دكتور تفضل. بس بدي اسال شغله، هل انت كنت تحكي انه الكونكرنسي لما اجيت بدك تعرفها حكيت انه اقسم البروجرام اللي عندي وبعدين شرحت موضوع ثاني، فما وصلتنيش الفكره انك تقسمها لشو بالضبط. انت هون قسمتيها لاجزاء من الكود، لا تاسكات اصغر يعني. انت هون شو البروجرام قلنا تخيلنا انه بيعمل لك زي بيعمل داونلود مثلا لألف فايل مثلا. تمام، الان فيك تعمليهن مره واحده جويت مين ميثود، صح؟ تعملي فور لوب فور 1 لألف، صح؟ مظبوط. الآن فيك أنت تقولي لا، أنا هاي الأمور ما في داعي تستنى بعضها. أنا لو خليت عندي لو عملت مثلاً 5 other methods، مثلاً method 1 بغض النظر عن التسمية لأنه إحنا بعدنا ندرس النظرية لحد الآن، وmethod 2 وmethod 3 ولا method 5 معي أنت؟ method، وجو حطيت جويت هذول الميثود فور لوب ل 200 كل واحد، معي أنت لحد الآن؟ الان صارت كل ميثود عندك ايش بتعمل؟ بتنزل 200 فايل، ماشي؟ كيف بخليهم يشتغلوا مع بعض؟ اني بحطهم كل واحد جويت ثريد. طبعا لو انادي الميثودز 1 و2 من جويت ميثود بعدهم بيعمل مش مع بعضهم، بس يخلص اول 200 بيبدا من 200 الثاني، بس يخلص ال 200 بيبدا بالثالثه، صح؟ الآن لو كل واحد اشتغل كأنه زي small program، يعني method 1 method 2 method 3 تخيليها زي بتشتغل طبيعة مين، إنه بتبدأ من البداية بتشتغل ومنفصلات عن بعضهم. يعني كيف منفصلات؟ إنه كل واحد لها خط الخاص. يعني تخيل كأنه عندك صار 5 programs صغار جويت البروجرام اللي إلك وكل واحد بيشتغل لوحده. يعني دكتور أنت بدك تنفذ بس بخطوط متوازية، يعني كلهم يمشوا مع بعض. نعم، هذا هو مبدأ الكونفرنس. نعم، يعني كلياتهم كل واحد ماشي مع بعضه. يعني شو يعني؟ كله بيشتغل مع بعضه. اوكي، يعني 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 كيف بدي احكي لك؟ تخيلي، انسى الكودن، تخيلي انه انت عندك بدك تقرأي 1000 ورقة، انت لوحدك بدك تقرأي 1000 ورقة، وهالكتاب في 1000 ورقة بدك تبدي واحد 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 واحد. انت هون ما في كونكرنسي، في شخص واحد قاعد بيشتغل على الموضوع لحاله، ماشي؟ انت الآن أجيت قلتي طب أنا ما بدي أعمل هيك، مثلا بدي أسرع القراءة، خلينا أجيب 4 كمان من صاحباتي معاي، صرنا 5، وقلت انت يا مريم ابدأي من 1 ل 200، وانت يا مثلا مين كمان نسيت الاسماء، يا فلاني ابدأي من مثلا من 201 ل 300 ل 400 حتى وصلنا ل 1000. الان احنا قسمنا الشغل، كل واحد اخذ 200 ورقه،
عينتي، فالآن أنتوا سرعتوا شغلكم. هذا نوع من أنواع الكونكرنسي. ليش كونكرنسي؟ تخيلي أنت وصاحباتك اللي ساعدنك بالقراءة، هذولا أنتوا مثلتوا اللي منسميه تاسك أو منسميه ثريد، ماشي؟ أنت الآن كنت لحالك بالأول، ثريد واحد يشتغل على الألف، لو من جبتي أربعة معك صرتوا خمسة، فالآن أنتوا مش ما بتستنوا بعض، الكل قاعد بيشتغل إيش وبقرأ بالمئتين ورقة المسؤول عنهم. هاي مبدأ كونكرنسي، إنه أشياء تشتغل مع بعضها. وصلتك الفكرة كأنه صوت ريمان؟ دكتور يعطيك العافية. تفضل. دكتور تعطي المحاضرة هسه بالجامعة ولا أونلاين؟ أوكي. إحنا أنا ما بعرفش أصلاً تقطيع المحاضرة، أنا لا يجوز، لأنه كل شيء بتواصل معاكم من خلال e-learning. رجاءً يعني أنتوا بتخرجونا عن الموضوع. مين اللي بيحكي معي لطفاً؟ مش إلك الكلام. مين؟ أنا عمر حتامي دكتور. إيش ما نسيت اسمك الأول حتامي، شو الاسم الأول؟ عمر. سيدي يا عمر. دكتور. غلط قطع إنك المحاضرة، مش إلك والله، إلى الجميع. لأنه كل محاضرة أنا بتواصل معاكم من خلال e-learning، وe-learning فيه إعلان إنه بس يحضروا القاعات أنا ببلغكم، وفي طلاب بعثوا لي ورديت عليهم. أوكي؟ إنه القاعة أنت بالقاعة؟ أنا لا، يعني هاي بالإيه تقريبا، بس شفت يعني بتتواصل معي أونلاين إني أروح القاعة ولا لا؟ بالزبط. يا عمر هل يجوز هذا الكلام رأيك؟ هو دكتور ما بصير، بس لا ما بصير، يعني... مدام ما بصيرش خلاص انتهى، ما فيش لا صح؟ الله يهمك. الآن إذا بروح لنا على القاعة يا عمر وقعد لنا بالقاعة وقول لي إذا انها جاهز، إذا انها جاهز المرة الماضية بنمشي جهتين، وأنا ما قلتش انها جاهزة. أوكي؟ ولا يهمك. يعني الموضوع يعني الطلاب، يعني زميلتك اللي سألتني يعني بقت مشوشي بمعلومة، يعني إحنا يعني ما يعني الهدف إنه التعليم أونلاين، هيك شابك معي أونلاين، وحتى لو وجاهي أنا لا أمانع حتى الوجاهي إنه يحضر أونلاين، حتى إن شاء الله بس يضبطوا لنا القاعة. أوكي؟ أنا ما في داعي، اللي بده يحضر أونلاين يحضر أونلاين. تمام. أوكي. تمام. الآن. أوكي. ممكن تفضلي. بخصوص انه اللي سألته ريم، هلا هو انت بتحكي انه مجموعة تاسكات واحضار التاسكات، انه لما يمشوا مع بعض ولا ورا بعض، يعني سيكوينشالي ولا بارلل؟ لو يمشوا ورا بعض ما فيش داعي اقسمهم، صح؟ بس انت بتحكي شو يعني انت الخمس طالبات قلنا كل واحد تقرا 200 ورقة تصل للألف، البقية تقراهم من واحدة. لو احنا قلنا لا بس تخلص ريم ال 200 ورقة، المسؤول عن ال 200 الثانيات بده يبدا وراه وبده يبدا، شو استفدنا؟ كانت فيها ريم تقرا الالف. انت عشانك حكيت كتاب، فالكتاب يعني انا بدي اخذ الكتاب، لما اخلص ال 200 ورقة انا حاطيهم للبنت الثانية انه تقراهم. طيب كمل. هذا صار معناته انت هنا ما صارش كونكرنسي بهذه الطريقة. يعني لو شلت 200 ورقة وسلمتيهم لل 200 ورقة، أو خلينا تخيلنا عندك نسخة كل واحد بي دي اف من الكتاب أو كل واحد معه، وقلنا كل واحد يقرأ 200 ورقة، هون صرنا إنه الخمس طالبات قاعدات بيشتغلن بوقت متزامن، أو كل واحد بيشتغل لوحده مش شرط مع بعض يعني. أوكي؟ كل واحد مسؤول له مهمة معينة منفصلة عن الآخر، صح؟ أوكي. فهنا صارت إنه الأشياء بتشتغل مع بعضها. معاي؟ سؤالك ممتاز على فكرة. ليش؟ بخليني أصل لأوأس. أوأس إحنا طبعاً بنظرياً هنحكي شوي عن الهاردوير وهنحكي شوي عن الأوأس مشان نفهم، يعني بس نكتب الثريدز وغيريه مشان نفهم شو بصير من تحت رجلينا يعني. اوكي لازم نفهمهم، احنا ما بدنا ندرس او اس ولا بدنا ندرس كمبيوتر انجينيرنج حتى نقدر نكتب ثريد، بس لازم نفهم عنهم المعلومات اللي بتخلينا نفهم ليش بنعمل الاشياء بالكود هيك. اوكي ففي عندك الاو اس
اللي هو أس هو اللي راح يحكي، هو اللي راح يعطي إذن لكل واحد من الطالبات شو كل واحدة راح تشتغل. أوكي؟ يعني هو اللي بيعمل سكاجولين لهذول الثريدز. مشان مشان أقرب لكم المعلومة أكثر، خلينا ننسى مع موضوع الأوراق هذولا، خلينا نتخيل قدامك مثلا إنه لعبة واحدة، أوكي؟ لعبة أطفال، وعندك مثلا طفلين، أوكي؟ والطفلين إيش؟ أنت بدك تحل الخلاف بيناتهم. شو حكيت؟ قلت إنه كل طفل إيش؟ بأخذ هاي اللعبة 5 دقائق، وبس تخلص ال5 دقائق أنا برد أشيل اللعبة هاي وبعطيها للطفل الثاني، بس تخلص ال5 دقائق برجعها للطفل الأول وهكذا. هاي كمان نوع من أنواع الكونكرنسي على فكرة. يعني إنه بس دكتور هون صار كل واحد متتابعين يعني مش مع بعض. نعم، وهم الشرط الطفل الأول يخلص. الشرط الكونكرنسي إنهم يكونوا فعلا مع بعض. ممكن تنظمي عملية الشغل حتى يشاركوا بشيء. يعني مهم إنه أكثر من حدا. نعم، هذولا في عندك طفلين two threads، وعندك اللي هو أنت المديرة للطفلين، أوكي؟ أنت زي الـ OS، واللعبة زي شيء بتو مشتركوا فيه، أوكي؟ يعني كيف الكونكرنسي؟ إنه مش شرط إنه كل الأشياء، إنه أنت قسمت الأشياء في اثنين، الطفلين منفصلين عن بعض بس مشتركين بشيء معين، هم بيشتغلوا منفصلين عن بعض، أوكي؟ إنه أنت كمان جبت 5 أشخاص قرأ كل واحد منهم 200 ورقة للكتاب، ممكن يكونوا يشتغلوا مع بعض، وممكن إنه يعني مش شرط يكونوا مع بعض، أوكي؟ يعني إنه في عندك أجزاء منفصلة عن بعضها، كل واحد له خط خاص فيه. وصلت الفكرة هاي؟ وصلت الفكرة هاي؟ وصلت الفكرة. أوكي، لأنه مهم إن أنا فهمه، أوكي؟ الآن ال- 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 الناس اللي حكينا عنهم هذول زي ثريدز بالأمثلة العملية، قلت لك الطفلين والطلاب اللي قاعدوا يقرأوا كل واحد 200 ورقة. لكن ليش أنا out of order مهمة؟ أنت لو من تحكي أنا عملت ثريد 1 يعمل لي 200 ورقة أو ينزل لي 200 فايل، والثريد 2 يعمل لي 200 فايل وغيره، الأوبريتنج سيستم بقول لك إيش؟ بقول لك أنت قسم الثريد زي ما بدك، اعمل ثريد زي ما بدك، لكن أنا بعمل سكاجولين بالطريقة لإيش؟ اللي بدي إياها، لأن الأوبريتنج سيستم بده ينظم أشياء كثير. يعني الأوبريتنج سيستم بالنهاية سوفت وير بروجرام، واحد مثلك كتبه، أوكي؟ والثريدز هذولا مهمات، هو ممكن يشغل الثريد الأولاني والثريد الثاني، ممكن يبدأ بالثريد الثاني وبعدين الثريد 1، ممكن يشغلهم الاثنين مع بعضهم فعليا مع بعض إلى آخره. هاي بدنا نفهمها. يعني مثلا أنتوا شايفين هذا الأكتيفيتي دايجرام تبع UML، شو هذا معناته؟ هذا معناته الكود اللي مكتوب إنه البروغرامر كتب تاسك 1، وبس خلصت تاسك 1 كيف الكود كان مكتوب؟ الاوتبوت تبع تاسك 1 ساعدته تاسك 2 وتاسك 3 فيهن يشتغلن مع بعض. هيك معناته. مش شاب تتذكر السينكرونايزيشن بار؟ مو احنا بقينا نرسم رسم الآن فعليا بالكود اللي لك، ممكن تكتب كود بالطريقة هاي. الآن هذولا تاسك 2 وتاسك 3 وتاسك 4 ايش؟ بيشتغلن بعد ما يخلص تاسك 1. هاي معناته الكلام هذا. وبس يخلصن هذول الثلاث تاسكس تبدا تاسك 5. اوكي، الان اذا طلعنا على تاسك 2 تاسك 3 تاسك 4، او قلنا ثريد 2 ثريد 3 ثريد 4، هذول شو معنات اوت اوف اوردر؟ يعني ممكن الاوبريتنج سيستم يشغل تاسك 2 وبعدين يبلش تاسك 3 وبعدين يبلش تاسك 4، وممكن يبلش تاسك 4 تاسك 2 باي طريقه بده اياها. لا، كمان أكثر من هيك، ممكن يحط تاسك 2 فعلياً تشتغل بنفس الوقت مع تاسك 3.
هذا الكلام لازم دائما ان نحطه ببالنا، انه الاوبريتنز، انه الثريدز اللي إنا ممكن يشتغلن باي طريقه وممكن يوقفن باي طريقه وهن يشتغلن ويرجع واحد ورد يرجع يشغلهم من مكان، من نفس المكان اللي وقفهم. يعني شو قصدي بهذا الكلام؟ اذا كان الكود اللي إلك هذا الثريد الاولاني وهذا الثريد الثاني او تاسكس او ثريدز، يعني نفس المعنى كلامنا، ممكن انه الثريد 1 يشتغل ويوقفه بالنص صون ورد يبلش ثريد 2 ويشتغل مثلا ويوقفه 1، بس وقف ثريد 2 يرد يقول لثريد 1 ابدا من هون من محل ما وقف. شفتوا كيف؟ دكتور هو بيكون ماخذ الاندكس صح؟ نعم هو بيكون ماخذ الاندكس اللي وقف عنده. نعم وبحفظ المكان عنده. نعم وبعدين بس يروح. مين اللي بتحكي معي؟ مش عارف صوتك. أماني. أماني. أماني كريشان صح؟ دكتور صوتك مختلف عن اللي اوكي. واماني كريشان صادق اوكي. وبدي انت ها اجتك علامه يا ايماني كمان، شو رايك؟ شايف الكلام اللي حكته اماني كلام صحيح، اللي احنا رايحين نقول عنه اسمه بروجرام كاونتر، لازم يظل واحد متبع معاه اللي هو الاوبريتنج سيستم. بس بنرجع لنقطه الاندكس اللي انت سميتيه، نسميه بروجرام كاونتر. هذولا instructions، كل واحد إله إيش؟ address، إله عنوان بالكود. فهو شو بيعمل؟ بيجي بده يتبع معاه يقول وين أنا وقفت. مثلا وقفت عند address 100، المرة الجاية بهذا الثريد بتبدأ مع 101. هاي النقطة دي. لكن شو اللي نستفيده من هذا الكلام؟ إنه لو من تكتب الثريدز، وراحين نتطرق لها عملياً على فكرة، يعني إحنا ما بندرس فقط نظري، أوكي؟ لو من تكتب الثريدز بدك تتوقع إنه الأوبريتنج سيستم ممكن يشيل الثريد اللي قاعد تكتبه بأي لحظة ويدخله بأي لحظة، ممكن يقطع شغلك بأي مكان وممكن يرجعك بأي مكان. هاي نقطة مهمة تماماً إن نتذكرها. هاي معنات ايش؟ هاي معنات out of order. انت لازم دائما الكود تبعك باي طريقة بحب الاو اس يشغل الثريدز اللي الك، انت مستعد لهذا الكلام. فعملية التقسيم، خلينا اكمل النقطة هاي بس. عملية التقسيم لازم اعرف انه اذا في اشياء مشتركة بيناتهم مثلا ممكن تخرب. ليش؟ لأنه تكمالة الديفينيشن without affecting the final outcome. شو معنات without affecting the final outcome؟ يعني لو أنا ما عملتش threads أو عملت thread، البروغرام من ناحية الفانكشنال requirements، من ناحية الصحة، من ناحية إنه بيشتغل in a correct way، لازم ما تختلفش. يعني مش انه البروجرام مثلا لانه انا شغلت ثريدز يطلع الجواب الاوتبوت تبعه مختلف. قصدي بالاوتبوت من ناحيه الكوركتنس، من ناحيه انه يشتغل صحيح ولا لا. احنا ما بنكتب ثريدز مشان يصير البروجرام تبعنا ما يشتغل الصحيح. معناته ايش؟ لو البروجرام ما فيهوش ثريدز او في ثريدز، لازم من ناحيه الكوركتنس يعني الصحه ما فيش اختلاف، ما في اختلاف. هذا البعد شوي منصير نسميه بالنهاية thread safety. شو يعني thread safe؟ انه الثريدز ما خربنش البروغرام اللي لك، ما خربن البروغرام اللي لك. اوكي اتفضل قطعتك، شو السؤال كان دكتور؟ بدي أسألك شغلة. هلأ أنت قبل شوي كنت تشرح بتاسك 1 تاسك 2 أو ثريد 1 ثريد 2، حكيت أنه ممكن يبلش شغل بتي 1 بعدين فجأة يقطع ويروح على تي 2 بعدين يرجع.
صح. بس بالمثال اللي قبليه بالضبط رجعت حكيت انت اللي هو لما قسمت 200 على كل ثريد كل واحد يشتغل انه كل واحد بيشتغل لحاله وبخط مستقيم بيكمل شغله. احتمال هذا حسب شغل الاوب احتمال الجهتين. احتمال انه فعليا انت وصاحبيتك كل واحد قاعدين تقرأوا 200 ورقة مع بعضكم. اوكي. يعني هذا احتمال. اوكي. فبالطريقتين بصير. هذا الكلام شو معناته؟ هذا بيعتمد شو الاوبريتنج سيستم عنده ريسورسز. انت استبقتيني باللي بدي احكي. الان شو الريسورسز ما هو الاوبريتنج سيستم هذا البروجرام اللي مهم عندنا كثير هو مهمته ايش موضوعنا اللي هو انه يعمل سكاجول للثريدز بتطلع عنده هاو ماني ثريدز طبعا انت البروجرام الثريدز اللي انت كاتبيتن والاذر بروجرامز والخيريه وبيجي بيعمل بيناتهم سكاجول بحاول يكون عادل ما استطاع مثلا ثريد 1 دوره بيجي بيقول له بلش ثريد 2 اجى دوره بيقول له بلش الان طيب متى الاوبريتنج سيستم بصير يقطع الاثنين وشغلهم او يحطهم مرة بعض او الى اخره هذا بيعتمد على انه عنده مش الاوبريتنج سيستم كمان مسؤول عن الهاردوير شو الهاردوير يعني الهاردوير في عندك بروسيسر او بنسميه يعني فيك تسميه سي بي يو بس السي بي يو اكثر من كلمه بروسيسر اوكي او ار اوكي وعندنا ايش وعندنا كمان الميموري كل انواع الميموري مثل رام اللي على الهارد درايفز الى اخره كاش كل انواع الميموري اوكي وبنظم كمان عمليه الاي او انبوت اوت بوت هذول الهاردوير شو يعني انبوت اوت بوت يعني انت لو ما تحرك الماوس على الكمبيوتر اللي بتشتغل عليه انت اعطيته انبوت مين اللي بخدمك الاو اس انت لو ما مثلا طلع اشياء على الشاشه اللي عندك الديسبلاي قدامك صارت اوتبوت مين اللي بنظم هالعمليه الاو اس الاو اس شو بيساعدنا احنا البروجرام نكتب البروجرام الابلكيشن تبعنا الاب تبعنا او البروجرام تبعنا هون ومنخلي الاوبريتنج سيستم ينظم كل العمليه اوكي هو منظم هذا الاوبريتنج سيستم اوكي فما بدنا ندخل كثير على فكره بالموضوع لكن بدنا نفهم الاجزاء اللي بتهمنا لو ما نكتب الثريدز اذا هو شو استفدنا من تنظيمته اللي هون انه ممكن يقطع علي الثريد باي لحظه ويحطني باي لحظه هاي بدنا نفهمها من الناحيه هاي اوكي الان شو بدي افهم من الناحيه هاي انه اهم واحد فيها بدنا نفهمه هو البروسيسر شو هو البروسيسر يعني بالهاردوير اوكي اللي بيعمل الحسابات تبعتنا طبعا اللي بيشغل الكود لكن البروسيسر ما بيقدر يعمل تو انستركشنز مع بعضهم البروسيسور بيجي ببلش انستركشن اولى طبعا انت لما تعمل كومبايلين للكود اللي لك بصير اسمبلي لانجوج وبعدين بصير بايناري لانجوج اذا درستوها فبصير عندك انستركشنز ما بيقدر يعمل ان تو انستركشنز مع بعضها دوما وان انستركشن اوكي دائما وان انستركشن شو معناته الكلام هذا معناته الكمبيوتر إذا كان عليه one processor بيقدرش يشغل ثنتين بنفس الوقت صح ولا لا لأنه ما بيقدرش يعمل غير شغلة واحدة بنفس الوقت أوكي وهنا شو بصير عندي إنه إذا كنت أنت عامل threads وكان مثلا عندك one processor على سبيل المثال شو بصير عندنا كأنه بتذكر عندي الصورة هاي هذا لو يكون عندك one processor single processor الآن كيف الـ OS بينظم هاي العملية
بينظم هاي العملية مثل قصة إيش؟ قلت لك عندك لعبة واحدة مثلا تلفونك وقاعد معاك طفلين وبدتم إياه الاثنين مع بعض، بتقول لا أنا بعطي التلفون جميل. 5 دقائق إلك، وبس يخلص 5 دقائق أنا إيش؟ برد أحول على الثاني وبرد أعطيه 5 دقائق. هاي المثال اتذكروه تماما. الأطفال هون بيمثلوا الثريدز اللي بدهم يشغلوا، أنت بتمثل إيش؟ اللي هو أس اللي بده ينظم العملية. 5 دقائق بتنظم إيش؟ شغلة مهمة اسمها تايم سلايس، مكتوب على سلايدز يعني. هاي تايم سلايس، هاي بالأوبريتنج سيستم. سلايس يعني بيتزا سلايس، يعني شكفة بيتزا، يعني شكفة من الوقت إذا بدي ترجمها. يعني إحنا بقصة الطفلين قلنا 5 دقائق، أوكي قلنا 5 دقائق. هنا التايم سلايس، طبعا الأوبريتنج سيستم التايم سلايس عادة بتكون يعني عادة إن ملي سكند، وهي قصة على فكرة كبيرة بالأوبريتنج سيستم إذا درسوك إياها، إنها تكون كبيرة التايم سلايس ولا صغيرة بس ما بدناش ندخل فيها. لكن إحنا بدنا نأخذ تايم سلايس اللي هو مثلا خلينا نقول ما دام قلنا هنا 5 دقائق خلينا نقول 5 ملي سكند، هذا بتمثل تايم سلايس. اوكي الان هو عنده هنا الاوبريتنج سيستم عنده 2 ثريدز، ثريد 1 وثريد 2. شو يعني؟ يعني جزئين من الكود جويه البروجرام نفسه، ثريدز نفس جويه البروجرام نفسه. هاي تذكروها اللي بنشتغل عليه، اذا كان البروجرامز مختلفات فيش عندنا مشكله. يعني احنا من ناحيه من مش بصير مشكلة فقط الأوبريتنج سيستم، مش مشكلتنا. أوكي؟ فثريد 1 ثريد 2. أوكي؟ الآن لو ما نشغل الثريد 1 شغله 5 ملي سكند لحد هون وقال له وقف خلص دورك. ليش؟ لأنه زي أنت مكان الطفلين عندك متساويين، كيش الزاوخ مع واحد يعني. أوكي؟ على واحد. كيف تتميز من واحد على واحد؟ قلت أنا بدي أكون عادل معاكم. أوكي؟ لو من خلص دوره الـ 5 ملي سكند، هذا الثريد بعده ما خلصش، لأنه أنا قطعت عليه، قطعته بجزء من أثناء الميثود اللي هي تخيلوا زي مين ميثود تبعته، قطعته بعد ما خلصتش، معناته بعده إيش؟ معناته ما انتهى. وهو شو بيجي بيعمل؟ بقول له عادة نوع السكاتولين اللي هو راوند روبن، بس هذا للعلم يعني بديش. شو بيجي بيعمل؟ بقول له ايش؟ ارجع لاخر الدور، ارجع لاخر واحد وجيب اللي بعديه اللي هو بحالتنا هون ثريد 2. بقول له ثريد 2 بلش من الاول، لانك انت يعني من اول السطر الاولاني وبلش تنو ايش؟ تنو خلص ايش؟ ال 5 ملي سكند اللي له. الان بعده ما خلصش فقطعه ورد، رجع مين؟ رجع كمل مع الثاني. اوكي هذا ليش؟ لانه الاوبريتنج سيستم عنده 1 بروسيسور. وتقول ليش والله الان ما فيش غير دوما اكثر من صح، بس في سيستمز فيهن 1 بروسيسور. انت يعني كانجينير مش الشطاره انه والله جيب لي 10 بروسيسور، ما هو انت بدك تدفع ثمنهم كمان. لما بدك تخيل بدك تبيع 100,000 من البرودكت اللي لك. اوكي فهذا الكلام. واذا بدي احط اكثر من بروسيسر صار سعر التلفون مثلا اكثر. اوكي يعني في له طريقه. دائما بدك تتعلم شغله لو يكون عندك 1 بروسيسر. اوكي هاي مهمه، لكن بتطرح اسئله منطقيه اخرى. طيب انا شو استفدت؟ فرضا لو كان ثريد 1 على سبيل المثال باخذ 10 ملي سكند، يعني لو انه ما فيش واحد غيري ويشتغل وشغلناه لوحده بدون ثريدز، الكود اللي مثلا على سبيل المثال تقريبا 10 ملي سكند. اوكي وفرضا الثريد 2 كان ياخذ 7 ملي سكند، هذا ثريد 1، والثريد 2 لو ما فيش شيء كان ممكن ياخذ 7 ملي سكند. طب شو اللي صار؟ ثريد 1 5 ملي سكند بالتايم سلايس الاولانيه، وخليته يستنى كمان 5 ملي سكند ولا لا؟ وهذا انحسب على حساب الاكسكيوشن تبعه ورد اخذ 5 ملي سكند.
معناته بدل ما يأخذ 10 صار يأخذ الآن 15 ملي سكند. ونفس المبدأ لثريد 2. الثريد 2 كان فيه يشتغل بس أخرته 5 ملي سكند. ورد اشتغل 5 ملي سكند وأخرته 5 ملي سكند ومثلا هذولا 2 ملي سكند وخلص قبل ما ينتهي التايم سلايس. يعني إذا خلص قبل ما ينتهي التايم سلايس كمان عادي بيطلع برا يعني. أوكي؟ الآن الثاني صار قديش أخذ؟ أخذ 17 ملي سكند والأولاني 15 ملي سكند. طب شو استفدنا إحنا بهالقصة يعني كلها؟ هل يعني إذا كان عندنا one processor مثلا، ما بتفرقش على فكرة إذا كان عندنا أكثر من هسه بجيل هالنقطة، بس مثلا لو كان عندنا one processor معناته أنت don't write threads. أصلا أنت as a programmer مش مفروض تقول كم بروسيسر عندي. انت لو من تكتب الكود تخيل كل الثريد اللي إلك راح يكون له بروسيسر خاص. يعني انا ما دام بكتب 2 ثريدز انت تخيل كانه راح يكون عند الاوبريتنج سيستم 2 بروسيسرز ويشتغل مع بعض تخيلا، لكن واقعيا مش شرط. طب مين 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 بيحكي لي انه شو استفدت انا دكتور؟ هلا هم التو ثريد كانوا مع بعض شغالين بس كل واحد بتناوب صح؟ اه بالطريقه انا يعني هو بس اخذ يا اماني اخذ ايش؟ اخذ اكثر من الوقت. يعني انا لو اني شغلتهم مع بعض قلت لو اني كتبتهم ما عملتش ثريدز وكتبت الكود اللي له مثلا ثريد 1 وثريد 2، اول واحد راح ياخذ 10 ملي سكند وبيخلص والثاني باخذ 7 مثلا، واول واحد بخلص ب 10 ملي سكند. هذا اذا كان ما بتنش بعضهم، واحيانا ترى بتواصل مع بعض ما بنقدرش نعملهم هيك، بس معلش خلينا نقيم لهنش علاقه ببعض. والثاني اخذ 7 ملي سكند، صار الثاني اخذ 17 ما فرقتش عندنا كثير، مو اصلا اخذ 17 هنا، والاولاني اخذ 10 ملي سكند لكن افرقت معانا انه اخذ 15 هنا. احنا شغلنا ليش ناس كيف صار 15 مش 10؟ لانه 5 اللي هون وقفناه ومشينا الثاني شوية صح؟ ومشينا الثاني شوية. شو استفدنا احنا؟ دكتور هلأ نرجع لمثال اللعبة اللي انت حكيت عنها. أيوة تخيلت اخواني الاثنين، رضيت الاثنين صح؟ اه هو انه يعني انا لو يعني لو لو انهم تم يلعبوا ساعة تقدرش تقولي والله استنى الطفل تخلص ساعة وبرد اعطيك ساعة اللي إلك. يقول لك ما بقدرش استنى الساعه، يتحاوش ما بيرضوا. اما تماما الان بدنا نحولها لشغل كود. الكود لو من انت تخيلوا نفسك قاعد انت قاعد تعمل تايبن لمسج على واتساب مثلا، هذا نفس البروجرام واتساب، يعني بروجرام اللي مسميه اب او ابلكيشن على التلفون اللي لك. انت قاعد تعمل تايبن بدك تبعث مسج لشخص. اوكي الان لو اجتك مسج على نفس الابلكيشن حتى على نفس واتساب، بديش انه اجاك اقول لك والله تلفونك ران ولا اجاك نوتيفيكيشن لا اجاك نوتيفيكيشن على واتساب، هل انت اذا قاعد تعمل تايبين وبتظبط بالمسج لانه الشخص بدك تبعث له مهم مثلا بدك ترتب افكارك اوكي وممكن تاخذ لك تكتب 10 دقائق، لكن بنفس اللحظة كان نفس الشخص باعث لك الجواب ما فيش داعي تقول له مثلا والله بدي منك الشغلة، كان معطيك الشغلة قبل ما تطلبها منه يعني، هل اللي بدك تشوف النوتيفيكيشن تبعت واتساب اللي وصلتك المسج منه هذا الشخص اللي بتبعث له، ولا بدك انه ابعث له وبعدين اشوف المسج اللي وصلتني منه؟ طبعا لا، بدي اخلي الاشياء تشتغل مع بعضها. انا لازم as a user لازم اشعر الديفايس اللي قدامي انه هذا بيعمل لي كل شيء بنفس اللحظه نفس الوقت بنفس الوقت. اوكي اذا شو استفادي من 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 كونكرنسي؟ من فوائد الكونكرنسي الكلام اللي بنحكيه هون، في فائده اللي هو ريديوس ليتنسي ريسبونسيفنس. شو يعني؟ انه برد علي الكمبيوتر بسرعه. يعني انت تخيل
تخيل انت رحت قاعد شغلت جافا بروجرام على الكمبيوتر اللي لك. اوكي شغلت جافا بروجرام على الكمبيوتر اللي لك، وبنفس اللحظة رحت انت حركت الماوس بدك تشتغل على شغلة ثانية، والماوس تبعك ما رضيش يتحرك، يعني الكرسر هاي اللي على السكرين on the screen didn't move. شو رأيك بالكمبيوتر؟ ما له بطيء، ما له معلق، بصير تحكي صح؟ ليش؟ هل انت بدك الاوبريتنج سيستم اللي على الكمبيوتر لك يشغل كل الجافا بروجرام تبعك، وبجوز انا قاعد تعمل داونلودين مثلا ل 100 فايلز، بدك تخليه يخلص كل هالبروجرام لانه وبعدين يحرك لك الماوس؟ ممكن طيب ياخذ ساعه بدك الماوس يتحرك بعد ساعه؟ طبعا لا، مثل ما حكيتي بدي ارضي الطفلين وبدي ارضي التو ثريدز، اوكي بدي ارضي الاثنين لازم يشتغلوا مع بعض، لازم اعطي انطباع انه الاشياء تشتغل مع بعض فمشان اليوزر يكون مبسوط على الموضوع. يعني انت بجوز انك تشغل الجافا بروجرام وتقول خلينا نروح على فيسبوك بنفس الوقت، هل يعقل انه لازم اقول لك ممنوع تروح على فيسبوك لانه انت مشغل جافا بروجرام؟ طبعا لا. فهاي الفائده انه دائما مش دوما سرعه، مش دائما سرعه، اوكي مش دائما سرعه. في فائده ثانيه to give the impression things working together. Why? I don't want the user to keep waiting. لازم ما يخلوش يستنى كثير بالرد عليه. لكن لو حطيت two processors صارت عندي سرعه. ليش two processors؟ الان الاوبريتنج سيستم لما يجي يقول بدي اشغل thread 1 في processor فاضي بعطيه، يعني هذا processor 1 مثلا وهذا processor 2. اوكي طيب والثريد 2 مستعد انه باجي بطول الثريد 2 بشوف عندي processor 2 كمان مش شغال، شو باجي بعمل؟ بقول الثريد 2 يلا خذ عندك processor 2. هون صارت فعلا شيئين متوازيين بمشن مع بعضهن. هذا نوع من انواع الكونكرنسي. هذا النوع الاولاني شو عاده بسموه؟ ملتي تاسكن، يعني في اكثر من ثريد بيشتغل مع بعضهن، وممكن يسموه ملتي ثريدز بس مش شرط انه بيشتغل، يعني ملتي ثريدز بتعمل شيئين عاده. اوكي ونوع ثاني من الكونكرنسي اللي هو باراليزم. شو يعني بارالل؟ فعلا متوازيين، مكتوبات على السلايد. ان بارالل معناته فعلا بيشتغلن مع بعضهن، معناته لازم يكون عندك اكثر من بروسيسور. اوكي لازم يكون عندك اكثر من بروسيسور. هذا نوع من انواع الكونكرنسي. اوكي نوع من انواع الكونكرنسي، هذا بتفيد فيك بالسرعه، هذا بتفيدك بالسرعه. اوكي طيب لو كان عندي بدال التو ثريدز 10 ثريدز، معناته شو؟ الاوبريتنج سيستم بيقدرش يشغل اكثر من اثنين بنفس الوقت ولا لا؟ لانه كل بروسيسر بيشتغل، ما فيش بروسيسر بيقدر يشغل تو ثريدز، ما بيقدرش يشتغل على اكثر من انستراكشن نفس اللحظه. ولهذا السبب انت لو من يجي تقول واحد بيجي بيسألك بقول لك انت تدرس سوفت وير انجينيرنج وتعال ساعدني بدي اشتري كمبيوتر، يجي بتقول له قال لك والله انا بدي اي كور 7 ولا اي كور 3، ولا قول له لانه هذا افضل، لانه ايش؟ لانه السايكل تبعته اللي هو اسرع ولانه في بروسيسرز اكثر. يعني لو واحد قال لك ليش لو انا احط بروسيسرز اكثر بفيدك؟ لاني في اشغل الاشياء ان بارالل اكثر. هذا السبب. اوكي هذا السبب. اوكي هذا السبب. اوكي يعني لانك انت صرت تشغل شغلات معناتك سرعت الاشياء. مش بس سرعت الاشياء، اوكي يعني انت هون شفتوا لما قلت لك الماوس بتمثل زي انتربت، هذا وذ انتربت سنجل بروسيسر او اي فكره. انت اذا حركت الماوس هاي ايش؟ هاي لها هاير برايورتي الانتربت، فبقطع الموجود
وبقول لك بدي رد على الماوس اللي إلك وبس يكمل ما دام هذا السلايس تبعته دوره الخمس دقائق قلنا للطفل ما انتهتش برد اخليه يكمل. طبعا اذا طلع عن التايم سلايس بقول له خلص دورك انتهى انت كنت غير محظوظ اجتني انتربت او اجتني هاير برايورتي تاسك اعلى منك. طبعا الطفلين هذولا اوكي انت نظرت لهم بدون تمييز لكن احيانا اذا ميزت اوكي صار عندك هاير برايورتي التاسك وذ هاير برايورتي هاي دوما بشغلها مع مين بصير ما تميزش مع واحد نفس الهاير برايورتي اللي لها اوكي يعني كيف مثلا تخيل نفسك انت في عندك تو ثريدز ثريد كاتبه له مثلا جيم والثريد الثاني بتحكم مفاعل نووي مثلا فاذا الثريد تبع المفاعل النووي بده يشتغل معناته ايش معناته بدك تشغله لانه اهم من تبع الفيديو اوكي فاحنا نظرنا لهون لما يكون متساويات with the priority اوكي الهاردوير انتربت هاي زي هاير برايورتي بدي اقطع وارجع وعاده الانتربت تبعت الهاردوير على السريع يعني المايكرو سكندز فانت اذا قطعت تاسك ان مايكرو سكندز ورجعت كملت ما بتشعرش بس انت بتشوف الماوس اللي قاعد بتحرك شفت كيف الاشياء بتشتغل مع بعضها هذا انتربت او هاير برايورتي اوكي فمتى انا بحول الثريد مكان الثريد اللي بنسميه ثريد كونتكست سويتشن ثلاث اسباب السبب الاول انه التايم سلايس خلصت مثل الحال اللي هون تايم سلايس خلصت حول اللي بنسميه ملتي تاسكين طريقه الملتي تاسكين او اجتك تايمر يعني نفسه هاردوير اي او انتربت مثل حركت الماوس حطيت كيبورد دعست على الكيبورد صح فانت بدك تدخل الانتربت اوكي بدك تدخل الانتربت وتسيرف ذا انتربت وبعدين ترجع تكمل شغلك والسبب الثالث انه يجيك هاير برايورتي واحد مهم بده يدخل اذا واحد مهم بتقول لبقيه الشعب وقف وبتدخل المهم على اساس انه مهم يعني اوكي فبتدخل هذا المهم اوكي فهذا هاير برايورتي اوكي طبعا انت على اي اساس انت الثريد فيك ترفع فيه يعني ميثود مثلا بقول set priority وبتعطيها زي رقم مثلا رقم سب رقم 5 مثلا higher priority اكثر من 7 وهكذا يعني رقم فبتقول للاوبريتنج سيستم بالطريقه هاي انه هذا مهم معناته الثريد الهاير برايورتي اذا بده يشتغل بده ما فيش دور الا اذا واحد كان من نفس مستواه الان لو واحد with low priority قاعد بيشتغل يعني مش مهم زي هذاك اوكي انت باي لحظه حتى لو التايم سلايس تبعته بالنص بشيله وبدخل الهاير برايورتي فانت بدك تكون ايش حذر بشغله البرايورتي وعاده الناس يعني بس تحط يعني برايورتي عاده ما بتحط هاير برايورتي بتكله نفس البرايورتي الا اذا كان عندك تاسك فعلا غير مهم بتنزل البرايورتي تبعها عن العادي ليش بتنزل؟ يعني مثلا انت حاط تاسك انه هاي بدك اياها بس ما فيش شغل على الديفايس اللي عندك مثلا تعمل مثلا بعض تنظيمات على الديتابيس والى اخره، يعني اذا تاخرت مش مهم لكن ما بديش اياها تنافس الشغل الثريدز الطبيعيه فانا هاي بنزلها، لما يكون البروسيسر فاضي انت بتقول للاوبريتنج سيستم لما يكون البروسيسر فاضي هاي اللو برايورتي بالشغل هيك معناته لو انا انزل البرايورتي اوكي في نقطه يعني وانا شفتها بامتحان بعض الطلاب ما بديش اشوف رجاء هاي الغلطه اذا سالتكم السؤال هذا يعني اوكي وهو انه حط ثريد واحد مثلا عمل بروسيسر 1 وبروسيسر 2 وقال ثريد 1 والثريد 2 بيشتغل نفس الثريد بيشتغل على تو بروسيسرز نفس الوقت ما بصير دكتور انت حكيت ان كل بروسيسر بشغل ثريد وحده نعم لانه هذا الثريد هذا زي عندك سيكوينشال بروجرام بيشتغل واحد ورا الثاني
انت لو متبلش بثريد 1 خلص اعطيته بروسيسر 1 اعطيته بروسيسر 2 مش مشكله. اوكي طبعا ممكن ان الثريد 1 بس خلصت التايم سلايس وقف الاوبريتنج سيستم بعدين دخل ثريد 2 محله هون ممكن يرد يدخله على بروسيسر 2 عادي ما في مشكله. يعني عمل 5 ملي سكند مثلا على بروسيسر 1 وال5 ملي سكند ثانيه اخذها صار يشتغل على بروسيسر 2 ما في ما بتفرقش عند الاوبريتنج سيستم وعلى الثريد اللي هون كمان ما بتفرقش. احنا ما بيهمنا كيف الهاردوير من تحت بيشتغل. لكن لا تقول لي انه والله انا يعني اذا بدك تقسم نفس الثريد كانك بتقول نفس المعنى. على فكره انا في المسافه عندي سياره، السياره هاي زي البروسيسر بدي اودي واحد على عمان خليه بتاخذه مثلا ساعه ونص من اربد لعمان على سبيل المثال. اوكي فاجينا قلنا اذا الشخص راح على عمان تاخذه ساعه ونص. اوكي انا عندي الان سيارتين يعني صار عندي زي تو بروسيسرز، هل يعقل تقول بدي اقسم الشخص بالنص وحط نص يطلع بسياره ونص يطلع بسياره؟ اوكي معناته الان صار يصل مثلا قديش نص الساعه ونص يعني صار يطلع 15 دقيقه مع 30 صار بده يوصل 45 دقيقه، معناته يصل الشخص النصين تبعه 45 دقيقة. طبعا كلام غير صحيح. اوكي فرجان للثريد لو من يشتغل على بروسيسر بيضلوا عليه، لكن ممكن على التايم سلايس يحوله من بروسيسر لبروسيسر. احنا ما هذا شغل الاو اس، مين يحوله؟ البروسيسر تحت سيطرة الاو اس والثريدز السكاجولين تبعهم تحت سيطرة الاو اس. احنا شو راح ننتبه؟ ننتبه انه ممكن الثريد تبعي ينقطع علي باي مكان، فلازم انتبه انه دو الكود ما ينكسرش. ورايحين نتطرق لها هاي. اوكي رايحين نتطرق لها. تفضلي. انت حكيت انه الثريد لما بيشتغل على بروسيس بضل عليه وممكن بالتايم سلايس يغير البروسيس نفسه صح؟ ممكن هذا بيرجع للاو اس. انت التايم سلايس اوكي كيف لو كان دكتور انت عندك زي دور، عندك زي دور ثريد 1 ثريد 3 ثريد 4 وات ايفر، هذا دور كيو للثريد جويت الاوبريتنج سيستم زي اوبجكت وهي مكتوبه كود. فانا لو بدي اشغل ثريد 1 اللي بالاول هذا اللي له الدور الان، انا عندي هون بروسيسر فاضي بعطيه بقول له ثريد 1 خلينا نشتغل على التو بروسيسر زي ما قلنا، او يعني خلينا نقول بروسيسر 1 وبروسيسر 2. اجي شغلت ثريد 1 وعندي بروسيسر 2 شغلت ثريد 2 لانه عندي انا ايش تو بروسيسرز، الثريد 3 بده يستنى ما لهوش بروسيسر، هذول طلعن. اوكي الان لو من ثريد 1 خلصون على سبيل المثال انه او بدناش هذول مشان المثال يزبط معنا، ما عندناش ثريد 3 وثريد 4 بس ثريد 2 ثريدز ثريد 1 ثريد 2. الان الاوبريتنج سيستم خلصت التايم سلايس، الاوبريتنج سيستم ممكن نقول للثريد 1 خليك على نفس البروسيسر وهذا الصح لانه مشان ما يضيعش وقت للثريد كونتاكت سويتشن لانه التبديل بيضيع، وعاده الاوبريتنج سيستم سمارت اناف انهم يعرف ان هذا الكلام. اوكي لكن في حالات يعني ناش نتطرق ممكن انه 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 يقول مين انا بدي وين بدي اوديك. اوكي وين بدي اوديك؟ ممكن يقول له انا بدي احولك على بروسيسور 2 وممكن نحول هذا بروسيس تو ثريد على ثريد 2. هذا مين السكاجولين؟ هذا شغل الاوبريتنج سيستم، هذا شغل الاوبريتنج سيستم. انت شلون عملتي كانه صار عندك لعبتين وطفلين، اجيت بدلت اللعبه اعطيته اللعبه الاولى واللعبه، طبعا في وقت عمليه التبديل مش مفروض يعملها هيك الاواس، لكن في حالات ممكن تصير عندك الطريقه هذه. يعني انا ممكن اعطيك الان حالات واحط لك مثال ممكن يصير. فأنا اللي بدي اياكم تفهموه انه الثريد بيدخل على بروسيسر واحد مش
تقسمه بين الثنتين. وفي عندك تايم سلايس هذول ثريد 1 ثريد 2 نفس البرايورتي. والاوبريتنج سيستم له الحريه المطلقه كيف يعمل لهم سكاجولين، وله الحريه المطلقه مت وين يقطع ثريد وشغل ثريد وراه بالطريقه هاي. هاي مهم ان نفهمها. فمعناه ليش بقول لك مهم ان نفهمها؟ معناته لازم ادير بالي كيف اكتب الكود لهذا السبب. بس نصير نطبق عمليا بدنا ندير بالنا كيف نكتب الكود. اوكي بدنا ندير بالنا. اوكي فلكن الاوبريتنج سيستم شغلهم على تو بروسيسرز بدل، هذا مش شغلنا، هذا شغل الاو اس، احنا مش مفروض اصلا نفكر فيه. المفروض تفكروا فيه انتو اذا انا كتبت تو ثريدز كانه انا عندي تو بروسيسرز وبشتغل بنفس الوقت. هذا تخيل تخيلا هيك، اذا انت كتبت 100 ثريدز تخيل عندك 100 بروسيسرز وبشتغل 100 ثريدز بنفس اللحظه مع بعضهم انت يعني بالطريقه هاي. اوكي هذا التخيلي. اوكي لكن واقعيا طبعا مش هيك الامور، مش هيك. اوكي ليش بقول لك هيك تخيل هيك؟ لانه ما بديش تشغل نفسك تصير تقول والله خليني قبل ما اكتب ثريدز اشوف الاوبريتنج سيستم كم بروسيسر عندي. لا ما بدنا نكتب كود بالطريقه هذه، لانه الكود تبعك بيشتغل على اي ديفايس. اوكي على اي ديفايس. اوكي اوكي فالان عمليه التبديل هاي شو بنسميها؟ ثريد كونتاكت سويتشين. انت لو متبدل الثريد وتحط مكان الثريد في ميثود بالاوبريتنج سيستم كود اسمها زي سويتش مثلا، وبتدخل عليها اوبجكت نسميه الاولد ثريد اللي بدنا اللي بناخذ منه البروسيسر، ومندخل عليه ثريد جديد اسمه نيكست ثريد اللي بدنا نعطيه البروسيسر. هاي عمليه التحويل بنادي ميثود. والثريدز موجودات اصلا بالاوبريتنج سيستم بالطريقه هاي اوبجكت، يعني في كلاس مثلا من نوع ثريد وفي اوبجكتس منه للثريدز. فدخلت الاولد ثريد وطلعت الثريد، شو لازم اعمل؟ العلامه اللي اخذتها اماني بسبب هذا الكلام. انا بدي اعرف وين انا قبل ما اقطع ثريد. مهمه الاوبريتنج سيستم انه مثلا انا عندي انا قاعد انا عملت اكسكيوشن اخر واحد عملته 100، معناته المره الجايه بس اتبع لازم انه البي سي اللي هو البروجرام كاونتر المره الجايه ابدا من 101. هذا الاوبريتنج سيستم بياخذ المعلومات هاي ويخزنها بايش؟ بالاولد ثريد، وبيجيب كل الريجسترز. الريجسترز اللي البروسيسر بالطريقه في بروسيسر وفي ريجسترز، في معلومات كان يعمل لها اكسكيوشن. وهنعرف لو ما نقرا الميموري شو معنات هذا الكلام. لازم نعرف انه هل هاي الفاريبل خاصه فقط بالثريد ولا مشتركه مع الثريد الثانيات؟ اذا مشتركه بدي ادير بالي لانه ممكن الثريد الثاني يخربط لي الامور كلها. اذا مش مشتركه معناته انا سيف خلص. الاوبريتنج سيستم بشيل كل المعلومات الخاصه بالاولد ثريد وبيخزنها عنده للمرة الجاي لو من أرجع ويعمل له execution شو باجي؟ بطول له كل المعلومات هاي. والثريد الجديد شو باجي بعمل؟ بجيب له كل الشغلات اللي عملت له سيف لما شلته، مثل local variables إلى آخره الخاصة فيه، وبجيب له البي سي تبعه. شو البي سي هو أنا قصدنا فيه program counter وين وقفتك، وباجي بحط في 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 عند البروسيسر ريجستر. الريجستر يعني زي ايش؟ زي خليه، يعني زي خانه بكتب فيها اسمها بي سي، واجي بكتب فيها 101 مثلا. شفتوا كيف الهاردوير دم يعني غبي؟ مين اللي بنظم المعلومه؟ المنظم المعلومه والاوبريتنج سيستم. البروسيسر شو بيعمل؟ البروسيسر ما بيعرفش اصلا انك حولت ثريد على ثريد. البروسيسر لو من يجي بده مشو الاستركشن الجاي اللي بدي اعمل لها اكسكيوشن،
طبعا بكون الاوبريتنج سيستم حط له كل المعلومات زي لومن كان قبل ما اطلع هذا الثريد. بيجي شو البروسيسر بيجي بيقول وين انا بدي اروح 101، بيجي مثلا بكون هون بيجي بقفز على مكان ثاني اللي هي 101. هاي عمليه التحويل من ثريد لثريد. البروسيسر لا يعلم انه اصلا حول ولا بفهم شو ثريد، بفهم انه عندي انستراكشن اسمه 101 بده اعمل الاكسكيوشن، تنفيذ بدون تفكير يعني. مين اللي فكر؟ الاوبريتنج سيستم. طبعا هذا الكلام ثريد كونتكست سويتشين باخذ وقت، يعني هاي الميثود احنا هون احنا افترضنا صفر وقت، بينما بالحياه العمليه مش صفر وقت، انت عملت اكسكيوشن لميثود. اوكي، يعني احنا بنتجاهلها بالكورس وانا بنتجاهل هذا الوقت، لكن في وقت. فلهذا السبب انت اللي بدك تستفيد انه الكونتكست سويتشين باخذ وقت، انه مش شطارة احيانا والله خليني اعمل 50 ثريدز، لا، مو انت ممكن تبطئ البروجرام يور بروجرام. واي؟ بيكوز يو ويل هاف تو ماني كونتاكت سويتشن. فلازم يكون الثريدز منطقي، يعني مشان اقول لك انه والله الثريدز، يعني انا كتبت كود وهذا الكود ممكن يصل ملايين الريكوست لانه كان على الكلاود بدون مبالغه، كان 150 مليون باللحظة كتابة الكود ممكن يصلوا ريكوست. تعرفوا كم الثريد كان بالبول؟ يعني 20 ثريد. وانت ما في ده، يعني مو اصلا هذا كم، هل يعقل انه في عندك اوبريتنج سيستم يعني هذا السيرفر فيه اكثر مثلا من 20 بروسيسور؟ اوكي، فهي عملية التقسيم ممكن يعني 20 ثريد كانن فقط. اوكي، طبعا انت يعني ثريد بول يعني للاسف عاده بغطيهاش لانه احنا مش هدفنا تدريس كونكورنسي بحد ان نفهم شو هذا الكلام. هذا ثريد كونتكست سويتشنج. هذا عنده اي سؤال؟ دكتور انا عندي سؤال. تفضلي. دكتور لما حكيت انه اذا بدنا يعني نسلم الثريد لثريد او مش انه مثلا ثريد 101 حكيت مثلا بدنا ننتقل من واحد لاثنين، هذا العنوان رقم السطر خلينا نخيله. مثلا بدنا ننتقل من قاعد بتقرا قراءه بصفحه. تمام دكتور، لما عن القراءه بتقول انا وقفت انا اخر سطر قراته 10، المره الجايه بدي ابدا من هنا، هاي معناها البروجرام. دكتور لما بدنا ننتقل من ثريد لثريد، حضرتك حكيت انه بنعمل كوبي او بنعمل سيف من الثريد الاول او المعلومات اللي في الثريد الاول. هذا الاو اس مش انت بتعمليها. اوكي، انا هلا انا ما فهمت هاي النقطه بالضبط، لما تعمل كوبي البارت اللي انت شرحته اذا ممكن تعيده بسرعه. ابشر. الان العمليه هي سويتش، مين اللي بيعمل هذا السويتش؟ ذا او اس، مش احنا. احنا بس بنكتب ثريدز وبنتخيل انهم بيشتغلن مع بعض. هاي النقطه اللي بدي فقط تتذكروها. الان عمليه الكونتكست سويتش مين اللي بيعمله؟ ذا او اس، بنادي ميثود عنده زي سويتش. الان بده شيل ثريد وحط ثريد مكانه. هذا في عندي بروسيسر وعندي ثريد 1 وخلصت مثلا على سبيل المثال احدى الاشياء تايم سلايس مثلا، وبدي ابدله بثريد 2. ثريد 1 شغال، ثريد 1 وهو شغال في له معلومات على البروسيسر، على البروسيسر هذا في له معلومات، معلومات الاكسكيوشن تبعه الريجسترز. اوكي، في له معلومات بديش ادخل فيهم بالتفصيل الان، يسموهم ريجسترز. هذول مثلا بخزنن لوكال فاريبلز، بخزنن كمان في عندك ستاك وراح نحكي لكم عن الستاك. اوكي، في سلايد بس انا مأخر هالكلام هذا. اوكي الان، وفي عندك شغله مهمه اسمها ايش؟ بروجرام كاونتر. هاي الريجستر خاصه تخزن ايش؟ بروجرام كاونتر. هاي شو البروجرام كاونتر؟ لو من يبلش الثريد 1 الكود تبعه بس عباره مثلا 100، هاي فيها 100، نقل على 101 بيجي البروسيسر بكتب بالبروجرام كاونتر 101، نقل 102 نقل. لو من يوقفه بده يضل متذكر
آخر واحد يعمل الرقم هاب عشان المرة الجاية لو من نرجع ثريد 1 نقدر نرجع. إذن الآن حتى أجيب سؤالك، شو أنا بدي أحتفظ عن الثريد اللي بدي أشيله اللي هو ثريد 1؟ بدي أشيل اللي بسموه ثريد كونتكست بلوك، يعني كل المعلومات هاي وكل المعلومات تبعات أني variables أو أي شيء عنده، هذول خاصات فيه ما بديش أضيعهم. إذا ضيعت أي شيء منهم المرة الجاية ما بعرفش أرجع للثريد كأنه ما قطعتوش. مهو الأوبريت صحيح الأوبريتين سيستم فيه يقطع علينا بأي لحظة صح؟ لكن بده يوعدنا إيش؟ إنه لو من يرجع شغلنا ثريد 1 لازم يرجع كأنه ما انقطعش، فبده يخزن هاي المعلومات. فلو من ينزل ثريد 2 بده يجيب المعلومات اللي كان مخبيها له، اللي هو البروجرام كاونتر تبعه وين قطعتها ثريد 2 إذا كنت قاطعه مش أول مرة بيبدأ. طبعا إذا أول مرة بيبدأ هذا كله بكون بدأ من نقطة البداية. والآن الأشياء اللي كنت مخبي له إياه فبرجع إيش؟ بحط مكان معلومات ثريد 1 بعمل فوقيهن كلياتن، بعمل بحط بي سي. الآن البروسيسر المرة الجاي الانستركشن بده يجي يعملها، منين بيجي بيعملها؟ بتطلع على البروجرام كاونتر بلاقي تبع البروجرام كاونتر تبع مين؟ تبع ثريد 2، فبيكمل بثريد 2 هاي عملية التحويل. طبعا لو اجي المرة الجاية بدي ارجع ثريد 1 بدي ارد ارجع على نفس الطريقة اللي خزنت لها ثريد 1، برد اعمل لهن لودن وبحتفظ بثريد 2 اذا ما خلصتش بعده شغل. جاوبت سؤالك ولا لا؟ دكتور يعطيك العافية، شكرا. فهذا الكلام طبعا اوكي. شو بضل عندنا؟ هاي قلت لكم الميموري اللي بديش احكي عنها، الستاك ولا هذا بنرجع لها ان شاء الله. اوكي ف اوكي يعني ان شاء الله من 11 و12 اللي هي تغلات الميموري اللي بدنا نكمل عليهم المره القادمه باذن الله تعالى. طبعا اليوم بدي اخذ حضور وغياب يعني، لانه في ناس بطلت تحضر معي يعني اوكي، فراحين ناخذ اليوم فقط يعني، مش عم احد يقول لي انا كنت وجاهي والى اخره، مش مشكله، راح اخذ فقط تبعين الاونلاين يعني اللي هو شعبه مين، شعبه 3 اوكي. ف يعني لان حاب اعطيكم بونص على الفاينل، فببديش احرم الطلاب لاني باخذ حضور وغياب من هذا البونص اللي بحب اعطيكم اياه عاده على الفاينل اوكي. فخلينا ناخذ حضور. طبعا اللي بيطلع اسمه في غادر اوكي. المره طبعا الحضور ممكن نعمله بدايه المحاضره واخر المحاضره، فرجاء تكون اون تايم يعني اوكي. المره هاي بنكتفي فقط بشعبه الاونلاين اوكي، لكن المرات القادمه بصير اخذ الاونلاين والوجاهي، يعني المفروض تحضر اونلاين يعني ما في كلام يعني. اذا بدك اوكي. غزه للسرحان اوكي، ما راح اطعاني اوكي. مهند النواصري اوكي. طبعا اذا المايك عنده خربان بترد علي مسج مباشره مشان اشوفه مباشره، بس تسمع اسمك. صبا البولس، صبا او صبا ما اعرفش كيف بنلفظ اسمه اوكي، مش موجوده. محمد الناصر، محمد كمان مش موجود. قيس الدرابسه مش موجود. سوزانا مش موجودة. ندى حمودة، ندى نعم اوكي موجودة. اوكي حاضر. نور الدين حاضر دكتور. عبد الله ياسين، عبد الله بن ياسين كأنه بن ياسين عفوا موجود صح. غيث طاهات، غيث غير موجود. فراس الخصاوني، فراس موجود دكتور، موجود. احمد بن ياسين موجود دكتور. كأنه نديل لفظ صح، نديل اياد، محمد مش موجود. زينة
زينة زايد؟ زينة مش موجودة. لين الحواجرة؟ لين طلال غير موجودة. بشار حتاملة؟ بشار موجود دكتور. بشار موجود. فواز العيسى؟ فواز غير موجود. فواز. لجين طشطوش موجودة. كيف حالك يا لجين؟ تبعرف الحمد لله دكتور، يعطيك العافية. علي عماد؟ علي غير موجود. أحمد الأخرس؟ أحمد غير موجود. حمزة الدير؟ حمزة غير موجود. تالا محمد؟ تالا غير موجود. حسين الجوهري؟ حسين موجود دكتور. موجود حسين. خلاص الله يعطيك العافيه. الوجاهد ديش اليوم وخذ دكتور. دكتور تفضل دكتور. غلبك انا حسين محمد بس نت الجامع بقطع. عفوا دكتور انا محمد ما طلع. لو سمحت ايمن ابو سمحت انه ما طلعش.